معي على الهاتف معالي النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه. سياده النائب مساء الخير. اهلا، مساء الخير. نشأت ليه؟ يعني انا هذا القانون بقدر ما هو يعني في تفاصيل وفي مواد رائعه بقدر ما اسعدني الحقيقه، لانه دي مشكله معتاده سياده النائب، وناس كتير بتشتكي انه فين الدوله؟ فين الضوابط؟ فين فين فين؟ اعتقد هذا القانون هو الذي اجاب، اطلعنا على بعض مواد هذا القانون واهميته في هذا التوقيت. يعني هو شوف سيادتك، احنا طبعا منذ عامين تقريبا جات لنا عدد من الشكاوي تخص شكاوي بقى متنوعه، يعني مواطنين بيشتكوا ان في حالات الحياه فيها تجاوز زي ما سيادتك تفضلت في مقدمه عرضك، بيشرسوا الكلاب، بيهددوا بيها المواطنين. في حالات تانية بيبقوا ناس عاديه مش قراصه، ولكن بتقتني كلب شرس بطبيعته ومش ملتزمه بالحقيقه الحفاظ على امن وحريه الاخرين من هذا الكلب. ثم شكاوي، فبتحصل طبعا حوادث ان الكلاب دي يتم الاعتداء على المواطنين والاطفال والكلام ده، وانتم شفتوا الفيديوهات اللي كانت بتنزل على السوشيال ميديا. صحيح. ثم بقى شكاوي ايضا من الناحيه الثانيه من الحقيقه اخواننا العاملين والناشطين في جمعيات الرفق بالحيوان، ان انت بتلاقي بعض الجهات الاداريه نتيجه رد الفعل الخاص بمساله التعدي على المواطنين، فطبعا المواطنين بيبقى عندهم نوع من انواع الحقيقه الغضب الشديد. الجهه الاداريه تبدا تتعامل بقى بان هي تقتل الكلاب الحيوانات بشكل غير رحيم وغير منظومه فوضويه. صحيح. ما حدش راضي فيها بحاجه. صحيح. فعقدت جلسه الحقيقه في المجلس السابق، جلسه استماع عشان افهم ايه الموضوع. جلسه موسعه عقدتها في مجلس الشيوخ، وحضرها حوالي 6 محافظين واربع وزراء معينين، وجبت دعيت فيها الاخوه في الرفق بالحيوان. الحقيقه جلسه استمرت 5 6 ساعات، ابتديت احط ايدي على المشاكل. ثم تالتها عدد من الجلسات برضه لمتابعه الاثر. عملنا تقرير كبير يعد بمثابه خريطه طريق، راعى هذا التقرير الاتفاقيات الدوليه، راعى مطالب الجميع سواء المواطنين او الناس اللي بتربي هذه الحيوانات او حتى الجمعيات الناشطه. من ثم الحقيقه انا وزملائي اصدرنا او اعدينا بمعنى اصح قانون بتنظيم حيازه الحيوانات الخطره واقتناء الكلاب. القانون منقسم لثلاث مسارات. المسار الاول مرتبط بالحيوانات المفترسه، زي ما حضرتك قلت اي حيوان بقى مفترس، اسد، نمر، زي حضرتك شفت مثلا عندنا حاله في الجونه. صحيح. من كام شهر كان ان الاسد بتاعهم ولا حاجه كده هرب وعمل مشاكل. صحيح. فلا، لابد ان يبقى في اطار تنظيمي لهذه المساله، ويكون ايضا في عقوبات تتناسب مع العصر اللي احنا فيه رادعه لمن يخالف هذا التنظيم، زينا زي كل الدول المحترمه الحضاريه ومصر ما تقلش عنهم. المسار الثاني في التشريع هو اقتناء الكلاب لدى المواطنين. بينظم العمليه، انت عندك كلاب، لابد ان الكلب ده هو تبقى له شخصيه، رقم في شريحه متثبته عنده، الجهه الاداريه عندها بيان الكلب ده نوعه ايه، سنه ايه، واخد التطعيمات اللازمه ولا لا. ايضا حطينا التزامات على قاطني او اللي هم القاطني المنتجعات او حتى خارج المنتجعات، طالما معاك كلب وهتمشي بيه في الشارع لابد ان تبقى انت ملتزم بانك تربطه بالسلسله حتى لا يكون هناك مصدر لفزع المواطنين، وحريتك تنتهي عند حريه الاخرين الى اخره من المفاهيم. وايضا حطينا عقوبات رادعه للمساله دي، يعني لو تم التجاوز فيها. ثم الناس بقى اللي بتشرس الكلاب او تعمل منهم ده، في ناس بيعملوا مسابقات يشوفوا كلب الكلاب مين اللي هيقتل التاني، يعني مين اللي، ودي حقيقه مظاهر المجتمع المصري ما تعودش عليها ومش متربي عليها. صحيح. فبرضه الحقيقه غلظنا العقوبه فيها بشكل كبير.
ثم المسار الثالث والأخير الخاص بقى بانتشار الحيوانات الايه او الكلاب الضاله. لابد ان يبقى فيها وعملنا تعريفات ايه هو الكلب الضال، الحيوان الضال ايه هو، ايه هو الحيوان السائب، لان لما حضرتك بتعمل يعني تكتشف التعريفات الامور برضو بالنسبه للتطبيق بعد كده للجهات التنفيذيه بتكون واضحه وما يكونش فيها لبس ولا تاويل. انا عايز ااكد بس في خاتمه مداخلتي ان هذا التشريع احنا الحقيقه محتاجينه من زمان، وده نقله كبيره جدا في الملف، واعتقد انه يريح الجميع. دايما هذا المشهد بتبقى كل فتره تلاقي خناقه ما بين مع كل حادثه ما بين المواطنين من ناحيه، ما بين جمعيات الرفق بالحيوان من ناحيه، ما بين لا احنا راعينا كل الاتفاقيات الدوليه اللي احنا ماضيين عليها، واعتقد ان هيكون يعني ان شاء الله يعتبر بنيه طيبه جدا لتصحيح الظاهره او مجموعه الظواهر اللي احنا شفناها خلال السنوات الماضيه في الملف ده. يعني دكتور بعد اذن حضرتك، لما يكون واحد معاه كلب من الكلاب اللي هو مربيها واخد الاجراءات زي القانون ما بيقول، واخد رقم والتحصينات اللازمه، وبيتحرك بيه في الشارع بيهدد بيه الناس، القانون هيعمل معاه ايه؟ لا القانون هنا حدد الزم ان عايز تمشي بالكلب بتاعك في الشارع حضرتك بتربطه في اولا الكلب، انت عايز تقتني كلب زي ما قلت لك لازم يبقى انا عندي كدوله بيانات هذا الكلب. اثنين عايز تمشي بيه في الشارع لابد ان هو يكون بتمشي بيه بسلسله، والسلسله دي تكون سلسله يعني قويه تقابل حجم الكلب، ولابد ان برضه يبقى فيه يعني نوع لو مفترس لابد ان يبقى فيه بتحط الكمامه عليه. شوف نشأت بيه بره في الدول اللي هي يعني احنا بنشوف، وحضرتك اكيد سافرت شفت المشهد ده، لو الكلب يعني يعني وهو ماشي في الشارع عمل تواليت او يعني اخرج، تلاقي في كيس بيطلعه صاحب الكلب ويشيل الروث بتاع الكلب ويرمي في المكان المخصص لهذا الامر. فشوف قد ايه الوعي ماشي في هذه المساله، واحنا مش اقل من اي دوله من الدول. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا معالي النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب.